أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد. وخلال اتصال هاتفي أجراه صبحي ببعثة المنتخب، أشار صبحي إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام منتخب السويد، هذا ويواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره القطري في 4:30 من مساء غدا الأحد في ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك. We'll be right back.